إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام، هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة المضيق. تزامنا متابعينا الكرام مع ارتفاع درجة الحرارة وكذلك مع نهاية هذا الأسبوع، فمجموعة ديال الأسر فهما جاوا توجهوا لشاطئ مدينة المضيق، سواء المصطافين أو ساكنة مدينة المضيق أو كذلك مستمعينا الناس في مدينة تطوان والنواحي، فهما جاو لمدينة المضيق للاستمتاع بالأوقات ديالهم باش يقوموا ويبردوا ويخرجوا من هذا الصهد ومن هذه الحرارة اللي كاينة. متابعينا الكرام كتشهدها مختلف المدن المغربية شمال المملكة، فدرجة الحرارة فهي مرتفعة متابعينا الكرام، أجواء جميلة أجواء رائعة كما كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور التي تأتيكم على المباشر على قناة شفتو قناة الشباب. فبقاو معنا متابعينا الكرام، شوفوا كيف هي الاجواء كما كتشاهدوا، واخا يعني درجه الحراره منخفضه كينصا، ومع ذلك ما كاين شويه ديال الرياح التي تهب بين الفينه والاخرى على هذه المدينه الجميله، هذه المدينه الهادئه متابعينا الكرام. بالاشاره فمدينه المضيق فهي العاصمه الصيفيه ديال سيدنا، وكاين احتفالات بطبيعه الحال ديال عيد العرش المجيد، فقبل يعني سويعات يعني زوال هذا اليوم شهدت ساحه عملت المضيق الفنيدق متابعينا الكرام ترأس حفل استقبال من طرف جلالة الملك محمد السادس للضيوف ديالو بمناسبة الاحتفالات ديال عيد العرش المجيد، فيما متابعينا الكرام يوم غد ستشهد مدينة تطوان الحديقة البيضاء بساحة المشوار السعيد من قصر العام بمدينة تطوان بحفل أداء القسم حسب الضباط الكرام. وفي مساء أو عصر اليوم فغادي يتم تنظيم حفل الولاء وقدره، سيكون حفل غدا بطبيعة الحال بمركز القوات المسلحة الملكية بمدينة تطوان على شرف الضباط المتخرجين متابعينا الكرام. إذا متابعي قناة شفتو بهذه الأجواء، وهكذا تعيش مدينة المضيق هذا الصيف يعني بوجود واحد العدد ديال المصطافين كما شاهدنا، فمدينة كل الطرق تؤدي الى مدينة المضيق ومدينة تطوان متابعينا الكرام، فكاين ازدحام شديد في مخارج ومداخل المدينة سواء بالمدن التابعة لعملة المضيق الفنيدق، يعني مختلف الشواطئ. ملي كنقولوا عملة المضيق الفنيدق فحنا نخص بالذكر مرتيل والمضيق والفنيدق، يعني مرتيل والرينكون وكاستيخ كما يحلو لأهل الشمال تسميته. إذا كما قلنا متابعينا الكرام هذه الأجواء، وهكذا يبدو شاطئ مدينة المضيق أكيد بأن مجموعة ديال الناس فهم اليوم كيعوموا وفرحانين متابعينا الكرام، وهما كيستمتعوا بالصيف ديالهم، خصوصا وأننا يعني على بعد تقريبا الشهر متابعينا الكرام من نهاية العطلة الصيفية، وبالتالي العودة إلى حجرات الدراسة. ونفس الشيء نفس الأمر بالنسبة للموظفين والناس اللي هما في عطلة، فهم غادي يرجعوا للعمل ديالهم من بعد ما قضاو أوقات جميلة. نتمناو لهم كل التوفيق، نتمناو لهم أنهم يستمتعوا بالأوقات ديالهم، وهي رسالة كذلك للناس سواء أصحاب المقاهي المطاعم وكذلك أصحاب المحلات التجارية وسيارات الأجرة، يعني وسائل النقل، أنهم يتعاملوا مع المواطنين وما يزيدوش عليهم. بهذه الطريقة فبإمكاننا نحافظوا على السياحة الداخلية، وبإمكان أن الرواج اللي كتشاهدوا مدينة المضيق ومجموع تراب عملة المضيق الفنيدق وكذلك تطوان أنه يبقاو، بالتالي فأي مواطن وأي مستوطن جاء لهذا المدن الشمال فخصنا نتعاملوا معاه معاملة حسنة وما نزيدوش عليه باش أنه يعاود يرجع. متابعينا الكرام نتمناو إن شاء الله حتى الفوضى اللي كتشاهدها بعض الشواطئ انها ما تبقاش من خلال كراء الكراسي والمظلات الشمسيه. متابعينا الكرام متابعي قناه شفتو بي قناه الشعب. إذا كما قلنا متابعينا الكرام، متابعي قناة شفتو بقناة الشعب، فالأجواء فهي جميلة جدا هنا بمدينة المضيق. نعتذر بأننا بين فينا والأخرى فهنا كنقطعوا الصوت نظرا لوجود الموسيقى بطبيعة الحال كوبيرايت، فهو مشكلة بالنسبة للفيسبوك. إذا كما قلنا متابعينا الكرام، فهذه الأجواء التي تعيشها مدينة المضيق، وهكذا تعيش مدينة المضيق أحلى أيامها خلال هذا الصيف ديال 2023 كما كتشاهدوا، فإقبال كبير جدا على مدينة المضيق. إذا متابعينا الكرام، نتمنى أننا نكونوا فقرة من خلال هذا البث المباشر، وإلى بث آخر دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.